اشتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تقديم الجيش الأمريكي مساعدات للجيوش السعودية واليابان وكوريا الجنوبية. وتساءل ترامب في كلمة له خلال تجمع انتخابي دعما لمرشحي الحزب الجمهوري في ولاية فرجينيا الغربية عن سبب تقديم مساعدات لجيوش دول غنية مثل السعودية واليابان وكوريا الجنوبية، مضيفا أن تلك البلدان ستدفع للولايات المتحدة وأن المشكلة هي أن أحدا لا يطالب بذلك. ترامب أكد كذلك أنه جرى محادثة هاتفية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لبحث تلك المسألة. من على منصة مهرجان خطابي في ولاية غرب فرجينيا يشكو ترامب سياسات بلاده السابقة ويتساءل عن سبب تقديم واشنطن مساعدات لجيوش دول كالسعودية واليابان وكوريا الجنوبية ويؤكد أنهم سيدفعون. أحب السعودية، تحدثت مع ملكهم هذا الصباح وقلت له لديك تريليونات الدولارات ولكن من دوننا من يعرف ما سيحدث، ربما لن تستطيع الاحتفاظ بهذه الطائرات لأنه سيتم مهاجمتكم، لكن معنا ستكونون آمنين ولكننا لا نحصل على ما يجب أن نحصل عليه. ترامب قال إنه تحدث مع العاهل السعودي لبحث المسألة. يقول مراقبون تريد واشنطن الكثير من هذه الدول لكن متطلباتها تختلف حسب المنطقة. يريد ترامب أن تشتري آسيا المزيد من الأسلحة. كان ترامب اقترح العام الماضي أن تدفع سول مليار دولار مقابل النظام الثاد الأمريكي المضاد للصواريخ الذي نشرته واشنطن في كوريا الجنوبية. أما من السعودية فتزيد المطالب إلى جانب شراء المزيد من الأسلحة. يريد ترامب أن تزيد منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك الإنتاج لتهدئة السوق. كل هذا يأتي قبيل الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي، أي يقول متابعون هذا كلام للاستهلاك الانتخابي أكثر منه سياسة واضحة. الجيش السعودي هو الذي يساعد الولايات المتحدة من خلال شراء أسلحة تقدر ب 110 مليارات دولار من أمريكا بحسب مذكرة تفاهم وقعت العام الماضي، وبعت أمريكا صواريخ بمليار دولار للسعودية العام الماضي أيضا. لا شيء دون مقابل إذن، لكن لن يمر هذا مرور الكرام وسيكون له تبعاته الواضحة سياسيا واقتصاديا في سوق النفط. لكن الأهم أن الرئيس الأمريكي يتجه بأمريكا نحو سياسة جديدة تقرر فيها السياسة الأمريكية، يقول متابعون بحسب الدولة التي تدفع لا بحسب المصالح الأمريكية. لم يعد شعار أمريكا أولا مجرد شعار، يترجمه الرئيس الأمريكي على أرض الواقع ما يدفع واشنطن، يقول كثيرون نحو انعزالية بعيدا عن الحلفاء والشركاء. ريما محمدية، تلفزيون العربي، واشنطن. الآن عبر سكايب تنضم إلينا من شيكاغو سيدة عبير كايد أستاذة العلوم السياسية في جامعة هاورد في واشنطن. سيدة عبير مساء الخير، أود أن أسألك عن ما الذي فهمتيه من كلام ترامب وما الذي يقصد تحديدا من كلامه، خصوصا أن الجميع يعلم أن تلك المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لتلك الدول هي لا تكون بالمجان وإنما هناك مقابل يعني يأتي من ورائها، وكل هذه الدول تدور في فلك السياسة الأمريكية بالتالي تخدم مصالحها من خلال تلك المساعدات. تحياتي لك. أولا أنا في ولاية ميشيغان على سفر، كنت في شيكاغو. نعم ولا يهمك. أولا الخطاب الأمريكي ليس جديدا، الخطاب الأمريكي أولا يعود بنا بالذاكرة حين كانت الانتخابات الأمريكية الحملة الانتخابات لترامب ووعد باستنزاف الأموال الخليجية وعلى رأسها السعودية، وقال بصريح العبارة if you want أو بما معناها بالترجمة العربية عذرا إذا تريد أن نحميكم عليكم أن تدفعوا. الرجل كان صريحا منذ البداية وأعتقد المملكة العربية السعودية قبلت بهذا الابتزاز لأنها لا تملك القوة العسكرية، أولا لا تملك الذخيرة ولا تملك التدريب إلا بفضل الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الرهان ترجم فيما بعد زيارة محمد بن سلمان 10 أيام على انتخاب ترامب، وكما ترون حتى أراها اليوم معكم في الصورة هذه الدكانة في البيت الأبيض للأسلحة، بقالة يبيعه والآخر يشتري ويعرض عليه وبأرقام.
السعودية قبلت بهذه الإهانة العسكرية وبهذه المال فقط لمحاربة إيران، ورجحت الولايات المتحدة بتجميع طبعا الإمارات والبحرين والسعودية، حتى رأينا هذا في الخطاب الأمم المتحدة كم مرة ردد أكثر من مرة ترامب خطورة إيران وخطورة ما تقوم به الصواريخ الفلسطينية. طيب سيد عبد، هناك من وصف كلام ترامب بأنه عبارة عن ابتزاز صريح وواضح لهذه الدول. نعم، أنا وصفته أيضا في هذا منذ 6 أشهر، منذ أن قام بأول ابتزاز داخل البيت الأبيض بزيارة بن سلمان، وهذا الابتزاز عزيزي ناتج عن ضعف لهذه الأنظمة. فبن سلمان يبحث عن شرعية دولية ويبحث عن من يصدر له هذه الشرعية، والوحيد اليوم إذا ذهب ترامب يعني سيذهب بن سلمان، إذن هناك من يشرع هذه الشرعية خارجيا. ولكن هذا الكلام سيد عبير ربما ينطبق بين على السعودية فقط، ولكن إن تذكرتي فعليا هو الكلام لم يكن موجه للسعودية فقط، كان موجه لليابان وكوريا الجنوبية، وبالتأكيد لا يمكن وصفهما بالتبعية وبالأوصاف التي تفضلت بها بخصوص السعودية. أكيد، لهذا أنا أتحدث فقط عزيزي عن المملكة العربية السعودية. أما اليابان وكوريا الشمالية فهي المملكة الولايات المتحدة الأمريكية، منذ أن وصل ترامب إلى الحكم أصبحت مفضوحة. هي كانت أولا تعتمد سياستها الخارجية على بيع الأسلحة كما نسميها لرفاهة الاقتصاد المحلي، وهذه السياسة متبعة قديمة ليس جديدا، لكن الآن أصبحت الصورة مفضوحة. فترامب يخبر العالم بأن الولايات المتحدة، هذه كلمة خطيرة ربما سأقولها، أنها معتمدة اعتمادا كبيرا على إنشاء أو خلق النزاعات كي يكون اقتصادها سليما. إذن هنا وكأن اليوم بدأنا بالفعل يعني تتكشف الصورة الحقيقية للولايات المتحدة سواء مع اليابان أو مع كوريا الجنوبية. الجميع عليكم بشراء أسلحتنا وعلينا بحمايتكم وعليهم أيضا بزرع هذه فقط. نعم. هناك يعني ملاحظة أخرى على كلام ترامب حينما قال أنه يستغرب من أن أحد في الولايات المتحدة لم يطالب بتلك التعويضات، ما وجه الدقة في هذا الكلام؟ إن كانت السعودية إن تحدثنا عنها على مدى عشرات السنين تدفع مئات المليارات من الدولارات للولايات المتحدة في مقابل عقود سلاح لا تستخدمها أبدا وربما لا تدري كيف تستخدمها أصلا، فيعني كل هذه المليارات ليست تعويضا على المساعدات الأمريكية؟ لا طبعا، هناك فصل عزيزي، فصل تاما. المملكة العربية السعودية العام الماضي اشترت بمليار تقريبا 1 بليون دولار من واشنطن، لكنها طبعا تستخدمها الآن في اليمن. يعني هذه طبيعة الإجرام الذي تقوم فيه اليمن، يحتاج إلى أسلحة، وأيضا تسليح الإرهابيين في سوريا وفي العراق يحتاج إلى أسلحة، إذن هي أيضا توزعها على الجماعات الإرهابية التي تنوب عنها في الحروب القذرة. هذا على الجانب أين تذهب الأسلحة. أما إذا كانت الصورة الواضحة للولايات المتحدة مع شريكها السعودي اليوم في كما يسميها يقول بن سلمان سنرسم العالم، لا، هم بالعكس، هما كما قلت في البداية هو يعزل أولا الولايات المتحدة عالميا، وأيضا هناك نقطة هامة جدا أن الولايات المتحدة بإيقافها بوقوفها مع إسرائيل وعزلتها أوروبيا وعربيا فقط لإرضاء السعودية ولتطبيع لعزل إيران، هذا يحتاج أولا لأسلحة ويحتاج إلى مودة ويحتاج إلى زيارات، لهذا يستنزف المال السعودي. وكما ذكرت في البداية السعودية راضية، يعني هي لن تقول لا، وإذا كانت على التعويضات أكثر أقول لك حتى قانون جاستا إلى الآن تطالب بمليارات الدولارات ولم ترفض السعودية. إذن العلاقة بين السعودية وبين واشنطن أصبحت علاقة ابتزاز مادي، ابتزاز فقط للنيل من ثروات الخليج، ويعلم ويقول لهم حين يقول لهم إذا لم تحموني الطائرات، إذن هذا أيضا تهديد لسيادة المملكة العربية السعودية. إذا لم نعم، شكرا لك سيدة عبير كايد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة هاورد في ولاية ميشيغان بالتحديد. في الخطاب ذاته